السعودية الآن تنتشر في كثير من الأراضي اليمنية تحت غطاء الشرعية، نعم، وهي تشرع الكيانات جديدة لم تكن موجودة في إطار يعني المعلن أنه إعادة سلطة الدولة اليمنية في هذا الإطار. نعم. إذن الشرعية أصبحت مثابة مخلب قط إنجاز التعبير، نعم، عبرها تسعى السعودية إلى تحقيق أهدافها وأطماعها يعني في اليمن، وكذلك الأطماع الفصيحة والواضحة للإمارات يعني في اليمن، وكذلك للمطامع أيضا والأطماع الإيرانية إنجاز التعبير. فأعتقد أنا أحتاج إلى أن أعيد تعريف مفهوم الشرعية. الشرعية الآن نحن نعيش في مرحلة الشرعية اللاشرعية، نعم. هذه افترض أن كعنوان للشرعية هو الآن يتكئ على في إحدى الغرف في الرياض، وبالتالي عن أي شرعية نتحدث هنا؟ إذا تصنع بدعم خارجي إقليمي ودولي عن ما يسمى بال يعني محاولة تقسيم اليمن تحت مسميات عديدة، فلا تحدثني عن وضع مأزوم محاولة تقسيم اليمن ويعني تقسيمه إلى إلى في إطار الأطماع الخارجية ثم نتحدث عن شرعية. نعم. الشرعية أعتقد أنها ليست حاضرة في ذهن ما يفترض أنه يصنع القرار وهو هادي ابتداء، وأن هذه الشرعية يعني تحولت إلى تكئة للأطماع الخارجية، وأيضا يعني لم يعد اليمنيون وخاصة المؤثرون، وللأسف أقول كحقيقة سياسية، أن لدينا يعني قادة حرب وليس صانعي سياسة، نعم، بل لدينا للأسف ما أسمي الحرب الإنابة، هم أدوات للأسف. وبالتالي أنا يعني أريد أن أضبط المصطلح. ما هو البديل لهذا المصطلح؟ الحديث عن الشرعية ربما هو كفكرة، أنه هؤلاء كانوا جزء من آخر أشكال الدولة اليمنية، جاءت بعدهم ميليشيا الحوثي. هل هناك مقاربة بين الطرفين أو إمكان للمقارنة؟ بالتأكيد كما قال الدكتور الإرياني، لو كانت الشرعية أو فكرة أو حتى عصا لا تمسكت بها أو لا توكلت بها في مقابلة اللا دولة. نعم، هو في الواقع يعني توصيف للواقع، نحن نقول في الظواهر السياسية دراستها نوصفها ونعرف حتى في إطار البحث العلمي أن نعرفها، نضع شواهد ومؤشرات.